الواقع في الحديقة العامة الذي يتبع الهيئة العليا للإرشاد الشرعي بمحافظة مدينة حلب. طبعا احنا بتوجيه الأمين العام مساعد وكيل فرع حلب بحزب عتبة الإسرائيلي تم توجيه بتخصيص كامل مخصصات مخبز لإخوتنا المضررين في زلزال حلب الذي ضرب مدينة حلب في يوم 6 شباط 2023. طبعا احنا مثل ما شايفين نقوم بوضع خبز بعبوات بلاستيكية ومن ثم ارسالها إلى المراكز حيث يتم تسليم الخبز لكل مدير أو رئيس مركز ومن ثم يكون توزيع هذا الخبز على إخوتنا المضررين من هذا الزلزال. بالنسبة احنا لنظام عمل المخبز، المخبز يعمل نظام وردتين، وردية صباحية وردية مسائية. إنتاج المخبز يقدر ب 19 طن مد دقيق. في دعم إن حقيقة يعني مش هنكون صريحين، طبعا مادة خميرة متوفرة، مادة الموزون متوفرة، كل مستلزمات الإنتاج التي تدخل في عمل الإنتاج متوفرة، وكل وقف معنا ونحن أمورنا الحمد لله متمشيين جيدة والله يعطيك كل العافية. أستاذ علي، طبعا نحن دائما مشهود لمخبز الشهداء في جودة الإنتاج. نحن هون انتقلنا من مركز إيواء إلى الحديث عن جودة الإنتاج. شلون نحن بدنا نوصل لرغيف خبز جيد بمواصفات جيدة؟ في شيء مثلا سر المهنة هون بيكون يعني؟ هذا أمر شيء أكيد، الموضوع هذا أكيد. طبعا نحن في عندنا صيانة يومية شبه يومية، إضافة إلى أنه رسائل ورديات نهاية كل أسبوع. في عندنا صيانة دورية ويومية تتعلق بكل أمور المخبز فنية وكل ما يتعلق بموضوع إنتاج رغيف خبز. نحن إن شاء الله خبزنا هذا من وقت ما تم تدشين هذا المخبز والآن حافظين على جهودة ومثل ما كنا شايفين. بخط إنتاج واحد لخطين؟ خطين إنتاج. نعم. سمعنا مرة يعني تقولوا إنه ممكن يكون في خط ثالث للإنتاج مثلاً. والله إذا توفرت إمكانات وكان في ما عندنا مشكلة. بس احنا هلا كمخبز الشهداء عندنا خطين انتاج وانتاجنا يوميا 18 طن انتاج ضخم، وعم نحاول قدر الامكان نغطي اكبر عدد قدر ممكن من مؤسسات القطاع العام بماده خبز. لانه من خلال جولاتنا على مراكز الايواء ولقائنا مع اخوتنا المنقوبين المقيمين مراكز الايواء ابدوا كثير اعجابهم بجوده المنتج، جوده الرغيف يعني، واتمنوا ان يكون كل افراد حلب بهالجوده. اي شهاده معتز فيها نحن يعني كمخبز شهداء، شهادة معتز فيها من اخوتنا المواطنين انه والله عم يشوفوا المخبز هذا. حتى من اكثر الشهداء كمان نفس الكلام. طبعا نحن كمان مخصصين قسم نحن لذوي الشهداء انه بياخذوا معهم خبز مجانا. بننتقل نحن استاذ علي، بنعرف انه دائما في شغلات تامين فرص عمل. المخبز اكيد اما فرص عمل كثير لذوي الشهداء او والله احنا نظام عملنا حكينا انه ورديتين صباحيه ومسائيه. كل عمان الموجودين بالمخبز هن بيساوي الشهداء فرص عمل يعني الشهداء. اما نحن في البدايه حاولنا قدر الامكان جبنا ذوي الشهداء وعلمناهم. بس انت اذا لاحظت هلا بالبسطه موضوع الشغل عندنا برا، شفت عندنا سيدات هدول امهات وذوي الشهداء. نعم. فعلمناهم يعبوا الخبز والى اخره حتى يامنوا قوت يومهم وظلوا عنا مستمرين لحد الان. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. بخير والله، يعطيكم العافيه وشكرا لكم، اهلا وسهلا فيكم في مخبز الشهداء في الحديقه.